مهما كانت شغلتك بسيطة فهي بتكمل البنى الكبير بتاع المجتمع. يعني حتى النهاردة العمال النظافة اللي احنا في ناس للأسف بيبصلهم بنظرة دونية، لا، عمال النظافة النهاردة مهمين جدا في حياتنا. تخيل حياتك النهاردة من غير عمال نظافة، تخيل النهاردة الشوارع التكدس بتاع القمامة في الشارع، مين النهاردة هينظف؟ مين النهاردة اللي هياخد باله من نظافة الشوارع والمدن والحاجات دي كلها؟ فالنهاردة احنا يعني بنوجه رسالة شكر لكل وظيفة حتى لو كانت قليلة جدا وبسيطة، لأنه من غيرك هي مش هتكمل فعلا.